إذن تحدية كثيرة على طاولة المغرب هذه الأيام، فالخلاف مع إسبانيا وألمانيا في أوجه، فضلا عن التحديات الداخلية والإقليمية، ولعل أبرزها هي قضية الصحراء. في هذا الملف تكشف صحيفة دير شبيغل الألمانية دورا إيرانيا منغمسا في تسليح وتدريب جبهة البوليساريو، فما التفاصيل التي كشفتها الصحيفة؟ الصحيفة تقول إن طهران زودت البوليساريو بصواريخ من طراز أرض جو، كما أنها فوضت حزب الله بتدريب مقاتلي الجبهة. واعتبرت الصحيفة أن إيران تسعى إلى كسب حلفاء وتشكيل وكلاء لها شمالي إفريقيا على غرار حزب الله في لبنان لخدمة مصالحها الاقتصادية والعسكرية في القارة، مما يعطيها القدرة على تهديد دول المنطقة. أما على المستوى السياسي فتقدم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الدعم لجبهة البوليساريو، الأمر الذي اعتبره المغرب تأكيدا لوجود علاقة متشابكة بين إيران والجبهة، وهو ما حدا بالمغرب إلى قطع العلاقات مع طهران قبل أعوام، متهما النظام الإيراني بتهديد الوحدة الترابية للمغرب من خلال وكلائه في الدول العربية. واستمر الموقف المغربي على نهجه، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن العلاقات المقطوعة مع إيران ستبقى على حالها لحين إثبات طهران عكس ما هو واضح من دعم الحركات الانفصالية وتهديد الاستقرار الأمني للمغرب وبقية دول القارة. في المقلب الآخر، إيران تقول إن الاتهامات الموجهة إليها باطلة وتأتي بسبب عدم قدرة المغرب على حل قضاياه الإقليمية. الرباط من جانبها تدعو إلى أهمية الانتباه إلى ما تفعله إيران في برنامجها النووي وإلى أنشطتها ضد بعض جيرانها، وتشدد على ضرورة الانتباه أيضا إلى ما تقوم به إيران ضد الحلفاء الآخرين لواشنطن في مناطق أخرى من العالم بما فيها أفريقيا. وبالفعل أكد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التوسع الإيراني يمتد من المغرب إلى مناطق كثيرة في القارة الأفريقية، وأصبح ملف النفوذ الإيراني في أفريقيا تحت مجهر القيادة المركزية الأمريكية التي حذرت من تناميه وخطورته. في العموم بدت أفريقيا ملعبا مهما ومتقدما بالنسبة لإيران، لا سيما بعد الاتفاقية النووية عام 2015، إذ تبين قراءة الأزمنة ومجريات الأحداث أن الإيرانيين لم يكونوا على ثقة بالأطراف الغربية المختلفة التي وقعت معهم هذا الاتفاق النووي، وفي المقدمة طبعا الولايات المتحدة. ولهذا استبقت طهران الجميع عبر تسكين خلايا نائمة في دول القارة لتكون أذرعها الخفية حال تراجع الأمريكيين عن الاتفاق، وهو ما حدث بالفعل لاحقا. خلايا إيران النائمة في القارة الأفريقية كانت أيضا على رادار صحيفة التلغراف البريطانية، التي أشارت بتقرير نشرته في يونيو عام 2019 إلى قيام الإيرانيين بتأسيس بنية تحتية جديدة لأنشطتهم، وتشرف عليها تحديدا الوحدة 400 من القوات الخاصة التابعة لفيلق القدس. نشاط خلية إيران العسكرية يتركز بشكل خاص في كل من تشاد والنيجر وغانا وغامبيا وأفريقيا الوسطى، وتضم قائمة أهدافها المحتملة السفارات والقواعد العسكرية الأجنبية الغربية والموظفين الأجانب. وكثيرا ما كشفت حكومات أفريقية وأمريكية عن خلايا نائمة تابعة لحزب الله تتولى تبييض الأموال وتعمل في تجارة التهريب والسلاح والمخدرات. وبما أن الشيء بالشيء يذكر أيضا، فإن الحديث المفصل عن وجود طهران في أفريقيا يأخذنا إلى السودان في زمن الرئيس السابق عمر البشير، الذي سهل دخول الإيرانيين إلى نقاط قريبة من البحر الأحمر، ومن ثم وبفضل موقع جيبوتي المثالي نجحت إيران في ضمان طريق المثلى لإيصال الأسلحة للحوثيين بحكم قربها من باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. ويبقى كل ما سبق جزءا من الوجود الإيراني في القارة الأفريقية. الآن فأعود بكم إلى الموضوع الأساسي والذي افتتحنا به هذه الحلقة، وكنا نتحدث طبعا عن التواجد الإيراني في القارة الأفريقية. تحدثنا قليلا عن ما تقوله بعض الصحف تلك إسبانية وتلك أمريكية وحتى بريطانية، عن حوادث ألمانية عفوا، عن مؤشرات ودلائل على التواجد الإيراني العسكري في أفريقيا، إما عبر وكلاء أو عبر حلفاء.
على كل، دعونا نفهم ما هي حقيقة هذا التواجد الإيراني في أفريقيا، ونسأل أضع أمام ضيوفي هذا من الرباط الدكتور الشرقاوي الروداني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس والخبير في دراسات الجيوستراتيجية والأمنية، هذا من طهران السيد سياوش فلابور الباحث السياسي في مركز دراسات سياسية والإعلامية، ومن القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الأهرام دراسات سياسية واستراتيجية. دعوني أبدأ أولا بالرباط، لأن الرباط اليوم دكتور شرقاوي هي من تقول بأنه لديها دلائل دامغة على أن هناك علاقة أو أن إيران تقوم بتسليح وأيضا تدريب عناصر في جبهة البوليساريو التي تتهمها رباط بأنها حركة انفصالية تريد أن تقدم وحدة الأراضي المغربية وتأخذ تنفصل بالصحراء. هل هي دلائل واضحة أمنية عسكرية؟ من يعرف بها ومتى بدأت؟ هو لابد من القول بأن ليس فقط الرباط اليوم التي قالت، الرباط سنة 2018 قالت بأن هناك أدلة دامغة على تورط ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني في مجموعة من الأمور المرتبطة ميليشيات حزب الله اللبناني دكتور فقط للتوضيح، وخصوصا فيلق القدس والحرس الثوري وكذلك الوحدة 190 المعروفة في إفريقيا التابعة للحرس الثوري وكذلك حزب الله، ميليشيات حزب الله. وأعتقد بأن كل هذه الشبكات هي متواجدة داخل القارة الإفريقية وتستهدف مجموعة من المناطق الفراغات الجيوسياسية ومناطق الرمادية داخل القارة الإفريقية وتحاول التمركز. وبالتالي يمكن أن نقول بأن اليوم الجريدة الألمانية دير شبيغل والتي هي مقربة من المخابرات العسكرية الألمانية هي التي نشرت تقريرا مفصلا حول هذه العلاقة البينية ما بين الحرس الثوري الإيراني عبر حزب الله وفيلق القدس وكذلك الوحدة 190، وإن لم يكن إشارة إليها بطريقة مباشرة، مع الحركة مع البوليزاريو فوق التراب الجزائري. وبالتالي أعتقد بأن كل هذا أصبح واضحا، والمغرب قبل أن يقطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2018 مع طهران كانت لوزارة الخارجية رسائل وكذلك أسئلة دقيقة للخارجية الإيرانية في عهد جواد ظريف، ولكن إيران لم تستطع الإجابة على هذه الأسئلة على تورطها وتورط الحرس الثوري في عمليات تضرب الأمن القومي. دكتور ممكن أسألك دائما وتقوم بالمساس بالأمن المغربي. ماشي، دائما يسأل عن الدافع، ما هو الدافع برأيك بوجه نظركم؟ الدافع هناك لابد من الإقرار بأن لإيران هناك مشروع جيوسياسي كبير يتجاوز الحدود الإيرانية وتتملكه تملكه قوات الحرس الثوري، قوات الباسداران والبسيج، وكذلك والقارة الإفريقية هي قارة مهمة جدا في المعادلات الجيوستراتيجية المرتبطة بإيران وبالمشروع الجيوسياسي الذي تريد إيران مقاربته من خلال العراق، من خلال اليمن، من خلال سوريا، وكذلك من خلال حتى في ليبيا. طيب كيف تستفيد بوجودها وعلاقاتها مع البوليساريو تحديدا بتنفيذ هذا المشروع؟ هذه الرابط الذي لا أفهمه. هناك الكل يعلم بأن إيران في قامت من خلال أمير المساوي كان في السفارة الإيرانية بالجزائر، ومن خلال كذلك محمد قاسم تاج الدين المتزعم لشبكة أكبر شبكة تبييض الأموال عابرة للحدود خاصة في القارة الإفريقية، وصفي الدين وأسعد بركات ومحمد علي بركات ومجموعة من الأسماء، محمد بزي الذي يشتغل ما بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو مستهدف بشكل كبير لأنه تعتبر إن إيران نقطة ارتكاز استراتيجي بالنسبة للوصول إلى أوروبا وكذلك إلى الأطلسي، على اعتبار إذا قمنا اليوم بقراءة تحركات إيران في الجنوب الأطلسي وفي رجاء الصالح هناك باخرتين عسكريتين بحريتين أكران 441 وهي لجمع استخبارات، وباخرة إيرانية أخرى سهند التي تقوم بالآن في منطقة غرب إفريقيا. وبالتالي منطقة غرب إفريقيا هي ذات أهمية قصوى واستراتيجية
استراتيجية كبيرة بالنسبة للوصول إلى أوروبا عبر المغرب وكذلك إلى الأطلس عبر المغرب، وبالتالي المغرب مستهدف من إيران في أمنه القومي، وبالتالي يمكن فهم الاعتبار على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. نعم سيد سياوش فلاحبور، ما رأيك بهذه الاتهامات، بهذه التحليلات التي جاءت اليوم يعني من صحيفة ألمانية، من جهات أمريكية، من جهات مغربية، وحتى من صحف مستقلة كثيرة؟ بداية تحياتي لكم وللضيوف الكرام. يعني طرحت عدة مواضيع وأنا أود أن أشير إلى ملاحظات مهمة هنا. أولا، الحكومة المغربية دائما تتهم جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطني، يعني يجب أن لا ننسى هذه الحركة هي حركة مشروعة لديها شرعية، حركة تحرير وطني، ليست ميليشيا غير شرعية. الأمم المتحدة تعترف بها عبر المفاوضات، محكمة الدولية لعدة مرات دعت الحكومة المغربية أن تنخرط في مفاوضات مباشرة مع هذه الجبهة، ولكن دائما تتهمها باتهامات مختلفة. مرة تقول يعني هذه الحركة تتعامل مع القاعدة، مرة تقول تتعامل مع حزب الله، مع إيران، بدون يعني تقديم أي دليل. يعني دائما الحكومة المغربية تتهم، ولكن لماذا لا تقدم هذه الوثائق إلى المحاكم الدولية؟ أي يعني لم يقم أي مسؤول من إيران أو حزب الله أو أي حركة يعني قريبة من إيران بزيارة مثلا المناطق اللي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو من زمان، يعني لأكثر من 3 عقود إيران لم تقدم أي دعم لهذه الحركة، سواء دعما لوجستيا، دعما ماديا. والملاحظة الثانية مهمة جدا، ضيفكم الكريم أشار إلى مشروع إيران. من منظور إيران هذا الصراع، ملف الصحراء معقد جدا، وممكن هذا الصراع في نهاية المطاف يؤدي إلى تقسيم وتفكيك دولة عربية مسلمة، وهذا يعني خط أحمر بالنسبة لمشروع إيران الإقليمي. إيران ترفض هذه القضية، وإيران دائما دعت إلى حل المشكلة بين الصحراء وبين الدولة من خلال الحوار، كما دعت الأمم المتحدة والمحكمة الدولية. وواضح أن هذه الاتهامات تأتي في إطار سياسي للأسف الشديد، ولا أساس لها من الصحة. طيب أذهب إلى القاهرة دكتور محمد ناجي. موضوع جدا معقد وشائك، ولكن يعني بما أنه ترينا نذهب لتغطية كلمة بايدن، الوقت صار جدا ضاغط، ولكن أريد من أن أفهم منك يا دكتور موضوعين: التدخل الإيراني المتهمة به مع البوليساريو، هل بالفعل لديها مصلحة؟ هل هناك دلائل؟ وربما أستفيد منك أولا بالحديث عن التواجد الإيراني في القارة الأفريقية، ما هو شكله، ما هو قوامه، نفوذ عسكري، نفوذ سياسي، أو بسبب مصادر الطاقة أو الاقتصاديات هناك؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. بالطبع هناك أهداف عديدة لوجود إيران في أفريقيا، ربما من ناحية الترتيب سنجد أنه الأهداف السياسية تأتي في المقام الأول، ربما الأهداف عسكرية وأمنية، ربما الأهداف الاقتصادية تأتي في الأخير، باعتبار أنه إيران أصلا دولة غنية بالموارد، وبالتالي المسألة قد تتعلق في حديث عن الذهب والإلماس وتبييض الأموال في المقام الأول. ربما يكون في عمليات يعني تقارير عن عمليات لغسيل أموال، لكن فيما يتعلق بموارد طبيعية يعني ربما تأتي في مؤخرة الأولويات بالنسبة لإيران في أفريقيا. ما يتعلق بالأهداف السياسية، إيران دائما، وأنا أشترك مع ضيفك من الرباط، في أنه لديها مشروع توسع وتمدد في المنطقة، لا تعترف بحدودها الحالية، وبالتالي تسعى إلى تطوير علاقاتها ليس فقط مع الدول الأفريقية، وإنما مع جماعات محلية وفواعل من غير الدول، سواء جبهة البوليساريو، سواء جماعات في دول مثل نيجيريا، شرق أفريقيا الوسطى، تشاد، نيجر وغيرها، جنوب أفريقيا وهكذا. إيران تستخدم ربما أدوات مختلفة، أدوات رسمية زي وزارة الخارجية ووزارة الوزارات الأخرى، فيما يتعلق بمثلا منح منح دراسية للتعليم في إيران، فتح مراكز للتعليم في هذه الدول وهكذا، وإلى جانب طبعا أدوات غير رسمية ما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، البنياد الإيرانية التي تقوم بعمل جامعة مصطفى العالمية على سبيل المثال، بعض المؤسسات الأخرى لديها مشاريع ما يسمى بمشاريع خيرية في بعض الدول وهكذا، وهذا كله طبعا يدعم المشروع الإيراني في القارة الأفريقية. أيضا طبعا أهمية أفريقيا بالنسبة لإيران أنها قريبة من خطوط المواصلات العالمية، لا نتعلق الأمر لا يتعلق فقط بشرق أفريقيا أو بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، وإنما يتعلق أيضا
بغرب أفريقيا، المحيط الأطلنطي وغيرها، إيران تريد الاقتراب من أهداف ومناطق نفوذ للدول الكبرى، والسابق أن اتهمت إيران بأنها حاولت استهداف مصالح أمريكية ومصالح أجنبية في كل الأحوال في دول مثل كينيا وغيرها، إلى جانب طبعا أهداف خاصة بتدعيم نفوذها مع بعض الدول، الحصول على تأييد الدول الأفريقية في المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وهكذا. وبالتالي هناك مروحة كبيرة وواسعة من الأهداف الإيرانية داخل الدول الأفريقية. نعم. أعتقد أنها تمتد منذ ما قبل الثورة الإيرانية في 79، وربما تصاعدت تأثيرها في مرحلة العقود الأربعة الماضية. أشكرك دكتور محمد عباس ناجي، مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الأهرام دراسات سياسية واستراتيجية، من القاهرة من طهران السيد سيووش فلاحبور الباحث السياسي في مركز الدراسات السياسية الإعلامية، ومن الرباط دكتور شرقاوي روداني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس، شكرا لكم على تواجدكم معنا. لنذهب إلى فاصل وبعده ملف جديد من دائرة الشرق.